مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. مقتل متطوع في الرقابة على الامتحانات بتاز. في الصبيحة بلحج، نازح والحرب، عام رابع من الجوع والشتات. في المكلا، آثار الإعصار الأخير تظهر بالتدريج. رغم الحرب، سوق العقارات يزداد ارتفاعا في اليمن. في أبين، موسم حصاد وفير للنخيل. في عدن، ملاعب وأندية الرياضة تحتاج لتأهيل. الحوت، شمة هندية يتناولها الكثير من الشباب. أعواد السواك من تهامة مصدر رزق. بافطيم، أسرة عريقة في زراعة البصل بسيئوب. لم يكن يخطر في بال الشاب هارون التميمي أن تطوعه من أجل الرقابة على الامتحانات في أحد المراكز الامتحانية بتعز سيكون سبباً في رحيله عن الحياة برصاصة لأحد آباء الطالبات. سعيد من عرف ربي سعيد، مسك حبل الغنى والعز بيده، وبات الخير كل الخير عنده، يهنو يسعده ربي ويزيده، تعيش مرتاح لو أسلمت قلبك، ولو وقفت وجدانك لربك، وعادك كيف لو ربي أحبك، وودا معك وفي بوعده، رضي قلبك بحسن الظن بالله، فما لك ما تخليها على الله، عباقي وحبيب أحسن من الله، عباقي وحبيب أحسن من الله، بحفظ لك وإكرامه وجوده، أنا يا رب مستأنس بأنسك، أوبك يا رب شد قوي وشمس. في دالك موقتي وانا حميسك، في دالك موقتي وانا حميسك، كريم سيدي وانا عبيده، كريم سيدي وانا عبيده، اذا المسكين بس وقع شعوره، لربي با يدبر له اموره، وبا يمشي بعبد الله نوره، وبا يمشي بعبد الله ونوره، شعينا وشحمله ربي وشقوده، شعينا وشحمله ربي وشقوده، انا محتاج لك من وسط قلبي، انا مقدرش اقول ومقدرش اخبي، وقم مرقد وعيش الله في ربي، نعم قدرك فصوت عوده، قرم أقربك يا ربي مني، وقل يا رب فالقك عند ظني، أنا أحبك شنشد لك وغني، وعبدك ما معه سوى نشيده، أنا عبدك ما فيش عبدي يحنب، وقل يا رب واسترجاك بالباب، ترده ويقول يا رب يا رب، وأنت اللي دعاك ويحن ترده. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. ها هي الحياة تتوقف في أعين الحزن لحظات برحيل مبدع تعز منشد الحب لله هارون التميمي. استشهد هارون مدافعا عن كرامة العلم الحق في رفضه للغش في أحدى اللجان الامتحانية في منطقة الخيام مديرية المعافر، فما كان من أحد أولياء الأمور إلا أن قام باستدعاء مسلحين وتوجيه رصاصة الغدر لصدره الطاهر حسب أقوال أقاربه. طبعا هو التطوع اللي بالإشراف على مركز امتحاني هناك بالمديرية المعافر، ولا البلاطقة طبعا ما يشوش الإنسان المفتح اللي يهمه مثلا الأبناء يدرسوا ويتعلموا ويتخرجوا، طبعا يعني إنسان فاهم، يعني يكون إنسان فاهم. هو القصد إنه إيش كان يحاول أن يبني طلاب فهمانين، وبلاطقة ما يعجبهمش الكلام هذا، شتو غاش ما غاش، فحصلت أقول إنه مشكلة إنه تصايحوا بعض الناس، تهجموا، أطلقوا النار. وأصبح القتل بدم بارد من أخبار الماضي. هارون وغيره الكثير ضحايا الاستهتار باستخدام السلاح،
وكل هؤلاء المشيعين جاءوا حبا وحزنا عليه في آن واحد. هارون ولد مهذب وطيب ويمشي بعد حاله يعني وكذا، ورجل يعني كان قد عمل أناشيد وأبدع أناشيد منشد، وهو كان قد راح للسودان بطريقة يعني متعاونين الناس، وراح يأخذ الدراسة هناك وعاد إلى هنا، وحصل كان يراقب بالامتحانات، حصل يعني مش قامنا هذول الناس اللي تهورين ضرب طلاق نار ما دا لا موته. إن الغريب غريب النحدي والكفن، لا تنهرن غريبا حال غربته، لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره. هارون الذي كاد أن يصبح أبا رحل قبل أن يرى طفله، مخلفا وراءه قصائد الرثاء ودموع الفراق. كان قد اشتهر بأنشودته سعيد من عرف ربي سعيد، والتي كتبها الشيخ الأستاذ محمد المقرمي، كما تناغم صوته مع كلمات شعراء كثر منهم الأستاذ الشاعر صفوان المشولي وغيره الكثيرون. هارون كان بالنسبة لي النبضة التي حين نزعت كل عروقي. يا حبيبي، أما استحاك وأنت قاب خديك يفقأ الرمان، كنت ريحاننا فتبا ليوم في ثوانيه يحرق الريحان، كنت غصن الغصون واليوم تبكي وحدها وحدها هنا الأغصان. كان هذا الزمان يرجو ارتياحا لاسترحنا ولا استراح الزمان، لاسترحنا ولا استراح الزمان. كلمة الجهات الأمنية المعنية، نحن نطالب منهم ايش؟ تحقيق العدالة فقط، ما نرجو منهم أكثر من العدالة، تقديم الجنة بس، هذا اللي نطلبه منهم. نحن زعلنا عليه كثير، مع أصدقاء عدة أصدقاء ورجل طيب ولا قل على شيء. نقول الله يعوضهم، مش نقول لهم ربنا يعطيهم الصبر. هارون يا روح الحب في الله، ها قد أصبحت كلمة مرثية في قصيدة، وروحا رمزية للحب الحقيقي بين الجميع. سعيده ودع الدنيا سعيده، ودق عند من ذا الكون بيده، ولاقى لي كنوز الخير عنده، ويا ربي من الغفران زيده. ملتجى ماليش ما قد رديت انا شعراب، ولا قد قلت لي ما فيش، وذا الحين الفقر بالباب مقصوص الجناح والريش، لا شاكك ولا مرتاب، فقير ما فيش معي ما فيش. يا
يدخل نازحو الحرب من مدينة تعزيل الطور الباحة عامهم الرابع مع معاناة الجوع والشتات، هربوا من قذائف الموت إلى منطقة لا تمتلك أي مقومات أو بنية تحتية. نازحو تعز في طور الباحة من جحيم الحرب إلى مأساة الطرابيل. منذ 4 أعوام ونازحو محافظة تعز في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج يعيشون أوضاع صعبة، مساكنهم خيام متهالكة يقتاتهم الجوع والشتات ويلازمهم في كل لحظة، بعيدا عن اهتمام الجهات المعنية وطيف المنظمات الإنسانية كما يقولون. الآن احنا في طور الباحة جالسين، نحن نقولها لنا لا معنا خيام ولا معنا ضروري ناكل ولا معنا أي شيء، الأمطار فوق لنا بين الجواني هذين، لا معنا أي شيء، لا أجد من سلام واحد على ما حصلنا قبل غدا، ولا معنا أي شيء، ونحن جياع نموت، نحن أطفالنا، وهلنا أمراض، نحن أمراض، وحالتنا حالة، لا معنا لا تحت له ولا فوق له، نلقي من أي مساعدة من أي طريقة تجي لنا، ناكل نشرب، نحن جياع نموت. نازح لي 3 سنين، الآن جياع نتماوت، نريد الشفقة والرحمة من النهر. أنت تسكن؟ ساكن بطور الباحة. الباحة بعدي 4 أتام الآن وبني من هون 4 8 نفر وأنا والمخلف تمام. الآن نشال الرحمة من هون والشفقة يندلون هناك ونشال عن شيء لا نلقاها لنا. هربوا من لهيب الحرب للنجاة بأرواحهم إلى منطقة تفتقر لأبسط المقومات، وانعدام البنية التحتية ما زاد من معاناتهم. ففي هذه الخيام يتقاسم النازحون الفقر والمرض، يجمعهم الحزن واليأس خاصة مع دخول فصل الصيف الحار الذي أجبرهم على الخروج من خيامهم وقت الظهيرة للاستظلال تحت الأشجار من حرارة الشمس التي أحرقت أجسادهم النحيلة، فيما البعض الآخر فضل الرحيل إلى مناطق أخرى مخلفا وراءه بؤسا تحكيه هذه الخيام المتهالكة. أغلب النازحين هاجروا يعني أو رحلوا من طور الباحة إلى تبان يعني إلى المحافظة في صبر، أنا بحكم أنه في هناك إمكانيات قدر ما يحصلوا مساعدات، لكن في المديرية إلى الآن جميع المساعدات انقطعت بالنسبة للمخيم النازحين. عايشين نحن بداخل قوانين نحتاج إلى مساعدة أكل من أي مكان من أطراف أخرى، نحن جياع داخل طور الباحة ولا يجي لنا أي مساعدة من أي مكان لنا أكثر من سنة. ما يقارب من 1500 نازح يعيشون في هذا المخيم المتهالك حسب المسؤولين في المديرية الذين تحدثوا عن جهود تبذل وإن كانت غير كافية، مطالبين المنظمات العاملة في مجال الإغاثة وفاعل الخير بالتدخل لإغاثة النازحين وتخفيف معاناتهم. بلغ عندنا النازحين حوالي ما يقارب 1400-1500. قدمنا للنازحين مواد إيوائية، مواد غذائية، مواد صحية. لا بده سنة واحدة قصرت على ما قبلنا سنة واحد لا معنا لا كامل عندنا قطبة سكر قطبة رز كيس دقيق كامل أكله سنة. نحن الناشد الحكومة والمنظمات وأهل الخير تنتبهوا على المساكين البطولة البحر. السلطة المحلية لا تملك ميزانيةها في دعم النازحين، ولكن هناك جهود بذلت من قبل المحافظة حوالي 250 سلة وأكثر من ذلك، لكن بالنسبة للسلطة المحلية كمديرية موازنتنا التشغيلية هي 50,000 أو 60,000 شهريا لا يتجاوز هذا الرقم. ما بيدنا شيء، لكن بيدنا ان احنا نتابع ونقدم ما نستطيع تقديمه كسلطه محليه في المديريه. كان هناك في بدايه النزوح كان هناك في دعم من قبل المنظمات ومن قبل فاعل الخير، لكن كل هذه الدعومات انقطعت اكثر من عام، لا توصل من اي منظمه الى الان الى المخيم. المخيم طبعا يعاشوا من امراض وسوء تغذيه. يقول النازحون أن ما تقدمه المنظمات لا يفي بالغرض مقابل أوجاعهم وشتات معيشتهم اليومية وعدم تمكنهم من الحصول على الدواء وغيرها من متطلبات الحياة وغياب فرص العمل، معاناة دفعت أحد النازحين للقيام بصناعة منزل متواضع من علب المانجو الفارغة تقيه مع أفراد أسرته قساوة الحياة. حياة النازحين في المخيمات الموجودة عندنا حياتهم في حياة ضنك. الآن نحن قادمين على فصل الشتاء،
والشتاء بحاجة إلى مواد إيوائية، بحاجة إلى مواد غذائية، بحاجة إلى عناية واهتمام. ونأمل من المنظمات ومن الدولة ومن الفاعلين الخير تقديم يد العون بما يستطيعون لهذه الفئة النازحة والتي شردوا من منازلهم وهم يفتقرون إلى أبسط الحياة الكريمة. هذه الخيام التي تشاهدونها الآن هي خيام بطرابيل مشترى من الأسواق، إذ إن المنظمة التي تجيب المخيمات يتم بيعها في الأسواق في لاق واستبدالها بطرابيل لا تتعمر سوى شهر أو أقل من ذلك، وضع النازعين صعب جدا. أتمنى وأرجو من جميع المنظمات الداعمة في اليمن أن تقدم المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية لمخيم النازحين والمتواجدين في 3 مربعات، اللي هو المربع الأول الهاجرية والمربع الثاني مخيم الشراير والمربع الثالث اللي هو في خلف مستشفى طور الباحة. وضع مأساوي يعيشه النازحون هنا أعادهم إلى الحياة البدائية، وأجبرهم الحال إلى استخدام الحطب في طهي الطعام وغسل الملابس فوق أحجار مسطحة وخيام متهالكة لا تقيهم البرد وحرارة الشمس، ما جعلهم يطلقون مناشدتهم للجهات المعنية وللمنظمات العاملة في مجال الإغاثة بالنظر إلى حالهم. تظهر الآثار التي تسبب بها الإعصار الأخير الذي شهدته مدينة المكلا الشهر الماضي، ومنها أضرار تعرضت لها مؤسسة الكتاب المدرسي، حيث تسبب الإعصار في تعطيل آلات الطباعة المدرسية وأضرار أخرى. الإعصار الأخير الذي حدث في المكلا لم تكن أضراره تلك التي تمثلت بالخراب والدمار لبعض البنايات والمساكن التابعة للأهالي، بل أن الكتاب المدرسي طاله هذا الإعصار بعد أن ألحق أضرارا بالمؤسسة العامة للمطابع، المؤسسة المعنية بطباعة ما يقارب 8 ملايين كتاب مدرسي، واليوم تخضع للأعطال وبحاجة لإنقاذ. المؤسسة تعرضت لكثير من الأضرار أثناء الأمطار التي سادت في 2008 ثم تشبالة ثم الأمطار الأخيرة التي كانت في شهر تقريبا 4 من هذا العام، وكانت هناك أضرار تراكمية أدت إلى تفكك بعض الأسقف وانهيار بعض الجدران. الفرع مهدم معنا من السطح كله فوق من الأمطار الأخيرة هذه الشبالة والأمطار هذا قبل الشهر، مع ضرر كبير الفرع، يبغى له عادة ترميم وتأهيل الفرع. نحن واجهنا كثير من الأضرار بسبب الأمطار التي تسببت في حضرموت، تسببت في بأسقف المخازن، ما سببت لنا أضرار في المياه النازلة في المخازن. المؤسسة العامة للكتاب في مدينة المكلا وبحسب المعنيين هنا تطبع الكتب المدرسية لكل من حضرموت وشبوة والمهرة ومأرب، ولهذا فإن ملايين من الطلاب مهددون بفقدان التعليم في حال استمر الوضع على ما هو عليه. نطبع المستوى إقليم حضرموت وإقليم مأرب والجوف، نطبع إلى حدود 8 مليون كتاب سنوياً. طبعا القدرة الإنتاجية للمطبعة كبيرة جدا، إذا ما استغلت استغلال جيد وإذا ما توفرت كافة الإمكانيات يقدروا يطبعوا في اليوم 12,000 كتاب، وهذا العدد كبير، وأيضا سيغطي الأقليم ويغطي الأقاليم التي نحن مكلفين بها كما أقليم مأرب والجوف، وفعلا نحن نوزع إلى هذه المحافظات جميعها داخل الأقليم وأيضا في مأرب والجوف. المبنى الآن أصبح حالته أسوأ، الميلان في المبنى في جدران المبنى أصبح أكثر شدة، أيضا إلى جانب أن الأمطار التي تساقطت أصبحت تدخل إلى الآلات وإلى المكاتب، حدثت إلى إتلاف العديد من تضررت الإرشيف المالي للمؤسسة، تضررت بعض الآلات، ولولا أن بعض العمال قاموا بعملية الحماية وتغطية الآلات، وهذا أدى إلى تقليل الأضرار في الآلات. لذا نتمنى أن يتم أخذ بعين الاعتبار الصرح الاقتصادي الكبير
والأهمية التي تمثلها المطابع، حتى أنها ترفض المحافظات حضرموت وشبوة والمهرة إلى جانب مأرب والجوف بالكتب. بعض المعنيين تحدثوا عن بعض الجهود لمتابعة الحلول، ولكن تلك الجهود تبدو بطيئة. أوكلنا قيام الدراسة للمهندسين المختصين، هم المهندسين هم الذين سيقوموا بعملية إيجاد الكلفة، ولكن ككلفة تقديرية قدمنا للأخ معالي الوزير كلفة تقديرية للعمل حال يعني الأضرار التي لحقت بها ما يقارب 150 مليون ريال يمني. هذه يعني تقريبا الأضرار التي لحقت بالمبنى العام الخاص بالمطابع والمبنى الخاص بالإدارات. نتيجة لذلك الأضرار التي حدثت في إعصار شبالة، أتى إعصار ماكونه الذي أدى إلى العديد من الأضرار الشديدة في فرع المطابع، حيث أنه أصبح سقف الفرع يعني لا يصلح أن يكون فوق آلات تبلغ المليارات من الريالات. الكتاب المدرسي واحدا من الجوانب غاية في الأهمية، وتوقفه يعني توقف مستقبل أجيال، ولهذا الدعوات للمعنيين بإيجاد الحلول يجب أن تلقى استجابة عاجلة. رغم الحرب والأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، يشهد سوق العقارات في اليمن ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي في معظم المحافظات. في مفارقة تدعو للعجب أن تشهد الأراضي في صنعاء ارتفاعا جنونيا في أسعارها، فلم يقتصر الأمر على مساحات الأراضي الواقعة في المناطق السكنية أو المطلة على الشوارع العامة، بل تلك الواقعة أيضا في أطراف المدينة أو المناطق العشوائية التي لم يتم تخطيطها بعد. رغم ضعف القوة الشرائية لدى كثير من المواطنين وانعدام مصادر الدخل وقلة فرص العمل، كل ما ارتفعت أسعار العملة وارتفع أسعار العملة زادت ارتفاع الأراضي، وفي أسباب أخرى مثل الناس ما عاد استطاعوا يدوا في البنوك خوفا على أموالهم، فاشتروا بالضغط حقهم أراضي. نلاحظ هذه الأيام في ارتفاع الأراضي بشكل غير معقول يعني، وأظن أنا السبب أنه هو ارتفاع وعدم استقرار العملة نفسها، وكثير من ما نشاهده كبار التجار سحبوا أموالهم من البنوك وقاموا باستثمارها في الأراضي والعقارات. من ما نرى في ارتفاع الأراضي في هذه المنطقة بسبب الحروب والأزمات وارتفاع العملة وتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، ومن ما يتم التجار يتم سحب أموالهم من البنوك ويتم سحب أموالهم من البنوك ويأتوا لشراء الأراضي للحفاظ على أموالهم. تباينت وتنوعت أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في صنعاء لدى العاملين في مجال العقارات والأراضي، بين الزيادة المستمرة للكثافة السكانية ورغبة عدد من الوافدين والنازحين إلى صنعاء في امتلاك أراضي وإقامة مساكن عليها، وكذلك سعي المستثمرين لإنشاء بنايات وتأجيرها في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات وغيرها من الأسباب. السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار الأراضي هو أن الناس كانوا يعتمدوا بإيداع فلوسهم في البنوك، فعندما وصلوا إلى وقت فلوسه في البنك لا يستطيع أن يخرجها، اضطر أنه وجد الحل الأمثل ليأمن على فلوسه أن يشتري فيه عقار يكون في يده، متى ما أراد أن يتصرف به يتصرف به، فاتجهوا الناس إلى الأراضي والعقارات، فبهذا ارتفعت الأراضي بشكل جنوني. ثم السبب الثاني عودة الأخوة المغتربين من السعودية. أسباب ارتفاع الأراضي في صنعاء، ولأنه معك التجار ما عاد في تجارة للخارج، أولا التجارة ضعيفة في بيجوا إلى إيش العقار، يشتروا أرض ويبنوا ويهدوا عن المباني القديمة. وسبب الثاني أيضا رجوع المغتربين إلى اليمن، وهذا يعني على سنه يأمن مستقبله ومستقبل أولاده بيهد البيوت أو يشتري أرض ويعمل، فهذه هي يعني سبب ارتفاع الأراضي في صنعاء. رغم كل العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار الأراضي بصنعاء،
إلا أن أسعارها أحيانا تتجاوز حدود المنطق ولا تتناسب مع أهمية المكان أو مساحة الأرض. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. في عدن ملاعب وأندية الرياضة تحتاج لتأهيل. في أبين موسم حصاد وفير للنخيل. نتيجة لتدمير بعضها تحتاج الملاعب والأندية الرياضية في عدن لإعادة تأهيل، ويطالب الشباب والرياضيون بالعمل على إعادة تعشيب الملاعب وتجهيزها وتوفير الآليات والمعدات التي ستساعد على احتوائهم. بينما يسير لاعب العالم نحو الذهب، يتراجع استحقاق لاعبين إلى التراب. بين المباني وزحمتها في عدن تنتشر الملاعب الشعبية في أوساطها كمتنفس لأهالي الحي الذي يقطنون فيه والأحياء المجاورة. هذه الملاعب التي صنعت الكثير من نجوم الوطن إلى العالمية هي صناعة للمستقبل وإهمال منسي يجر لاعبين إلى التراجع في زمن النجومية واقتناس الذهب ليخلق عزوفا في الرياضة ينقلهم إلى الشارع، ما يؤدي إلى اكتسابهم ممارسات خطيرة مثل المخدرات والحشيش والقات والتسرب من المدرسة. مواهب كثيرة والشباب يلعبون في أكثر، ولكن المتنفسات الحقيقية والملاعب الشعبية يعني غير صالحة تماما لممارسة الرياضة، سواء يعني رياضة كرة القدم أو رياضات أخرى. يعني لذلك يعني نرجو من الجهات الداعمة، سواء كان ممثلة من وزارة الشباب الرياضة أو أي جهات أخرى يعني كمنظمات دولية أو منظمات أو جمعيات خيرية، أن تهتم بهذه الملاعب لأنها هي الأساس. يجب عليهم الاهتمام بهذه المساحات عن طريق تعشيبها وتصويرها لكي تكون صالحة للعب أقل حاجة للساعة 10 ليلا، ليستفيد منها كل الفئات. يجب أن نستفيد الكل، يجب أن تكون الملاعب هذه منتشرة على كافة المحافظات. قلت لك الأهداف، تعدد الأهداف من الحفاظ على الشباب، اكتشاف مواهبهم، إبعادهم عن الانحراف. ملاعب يرثى لها صراحة، لا يستطيع أي من الشباب يعني الممارسين لكرة القدم أن يمارس اللعبة بكل حرية وسهولة بسبب الأرضية الصعبة جدا. طبعا هذا حتى بسبب هذه الأرضية الصعبة لا يمكن أن تخلق هناك يعني لاعبين مهاريين فنيين. حتى نحن كمدربين طبعا لما نعمل البرنامج التدريبي أو نحاول ننفذ خطة جملة تكتيكية صعب جدا بسبب هذه الأرضية. تعشيب الملاعب وإعادة تأهيلها لتلبي طموحات الشباب والنشء أمر ضروري يحفزهم على ممارسة الرياضة والاستمرار في التدريب، ما يسهم في خلق شباب ناضج ورياضي وواعي مع الحفاظ على صحته النفسية والجسدية، وهذا يتم باستغلال المساحات المتوفرة التي ما تزال في حوزة الحكومة والتي تعرضت أغلبها للبسط والتعمير العشوائي من قبل بعض المتنفذين. يجب أن يجدوا حل لتعشيب ملاعب الشعبية وملاعب المدارس ويحافظوا على هذه المساحات، المساحة التي لا يتم تعشيبها أو الحفاظ عليها يبسط عليها. الملاعب هذه هو المتنفس الوحيد أصبحت، وللأسف إن في محافظة عدن بدأت تفتقد هذه الملاعب مساحة، من أجل بعضهم بدأ يعمل فيها ملاعب بداخل ملاعب مباني سكنية وعشوائيات وذا، فأصبحت قلة الملاعب داخل محافظة عدن. بالنسبة للملاعب الشعبية للآن يعني الملاعب ما زالت في طور النسيان، ونتمنى ان يعني يتم الاهتمام فيها لانها هي الاساس وهي يعني لتنميه المواهب والابداع. دول عربية كثيرة استفادت من الملاعب الشعبية واستثمرتها في تجربة نوعية ساهمت في اجتذاب الشباب لممارسة مختلف انواع الرياضة. الملاعب الشعبية وملاعب المدارس الذي هي الاساس في بناء اللاعب واكتشاف موهبته. ملاعب ترابية وعادوا يا ريت هي ترابية، غير صالحة حتى الملاعب الترابية ومواصفات الملاعب الترابية. يعني احنا ملاعبنا لا نقدر نقول عليها ملاعب ترابية ولا نقدر نقول عليها ملاعب صالحة للعب، فمأساة، مأساة يعني كبيرة جدا. ونأسف انه احنا السنوات هذه كلها ما قدرناش نعمل حل، يعني لانه ملاعب المدارس وملاعب الشعبية هي اساس بناء اللاعب
وتنشأته وتطوير موهبته. هل عنده موهبة ماش عنده موهبة، فين مركزه يلعب مكان الصحيح، ما فيش. احنا ابنائنا لما يغادروا اليمن نشوف انهم نقوم يعني يأثروا في الدول اللي يروحوا فيها. كل اللاعبين الذين يعني ينشطون في الأندية وفي في يعني في عموم محافظة الجمهورية هم اساسا خارجين من يعني نشأوا في الحواري وفي في في الأزقة، فإذا كان في اهتمام في الملاعب الشعبية سيكون في هناك يعني اكيد يعني مردود يعني لتنمية هذه المواهب. تبقى الرياضة جزء مهم في تقويم سلوك الأفراد حسب ما ذكره خبراء الصحة النفسية، وهذا الذي نحتاجه في إصلاح الخلل الأخلاقي الذي خلقته كثرة الحروب والأزمات في وطننا المقهور. يبحث الآباء وأولياء الأمور عن حلول تحمي أبنائهم من الضياع والتشرد في الشوارع والاستفادة من الإجازة الصيفية، وكيف سيقضونها مع غياب حاضنة من أندية ومراكز صيفية وغيرها من الأماكن التي تعود عليهم بالنفع. مستمرة هي أيام الإجازة الصيفية لوقت طويل سواء لطلبة المدارس أو الجامعات، فإذا ما خصصنا الحديث عن الأطفال، هذه الفئة التي تقضي معظم وقتها في الشوارع لقضاء أوقات الفراغ، نستدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أولياء أمورهم. بالنسبة للأطفال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأطفال هم جيل المستقبل، وإن لم نحافظ على هذا الجيل سيضيع مننا، سيكون شذوذ جنسي سواء ذكور أو نساء، سيتعلمون أشياء بذيئة جدا كالسرقة كالتسول كالأشياء هذه التي لا يعني فساد في المجتمع. فإن لم نحافظ عليهم ونقوم برعايتهم كوصول بتحفيظ القرآن الكريم أو معاهد تقوية في المدارس أو لغة إنجليزية، تعليم اللغة الإنجليزية أو دورات كمبيوتر تثقيفهم بأي شكل كان. في بلادنا تقل أهمية تنمية المهارات التعليمية والرياضية للأطفال إلا فيما ندر، مع أن الإجازة الصيفية تعد مساحة واسعة لاستثمار المواهب وتعلم اللغات أو ممارسة الرياضة. الأطفال يعني تواجدهم مرة غلط، يعني إذا كان في معاهد، إذا كان في دورات تعليمية، إذا هو يكون أفضل للطفل. أولا يعني من الأمراض، يتواجه الأمراض، وثانيا من المشاكل ومن كل شيء. يعني الطفل لما يكون يعني يتعلم سواء القرآن أو يتعلم معهد أو يتعلم أي حاجة كله أفضل له من الشارع. مستويات تنمية الحواس للأطفال قابلة للمرونة فيما إذا وجد الاهتمام الكافي من الأهل بذلك وخصصت الأماكن المناسبة لتنمية مهارتهم. بالنسبة لأولادي أنا أوديهم مع مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأوديهم معاهد دراسة تعليم اللغة الإنجليزية، لغة العصر، هذه هي لغة العصر غصبا عننا، ولغة عربية، وكمان تقوية في المدارس. حتى لو دخل المدارس يجي الطفل عنده نبذة كبيرة جدا بالنسبة لمدرسته. أطفالنا أمانة في أعناقنا، والخوف من مساوئ تركهم في الشوارع لقضاء إجازة الصيف قضية تستحق النظر لها بعين الأهمية. استبشر المزارعون في دلتا محافظة أبيان بموسم وفير وغزير الإنتاج من البلح، حيث كانت أشجار النخيل أكثر إنتاجا لهذا الموسم ولم تشهد المواسم الماضية مثل هذا الإنتاج. في زمن الحرب العودة إلى الزراعة كان خيارا جيدا أمام بعض المزارعين في محافظة أبيان، حيث حصد المزارعون هذا العام كميات كبيرة من محصول أشجار النخيل وبشكل غير مسبوق. فكرة المبادرة جاءت تلبية دعوة المزارعين في مناطق دلتا أبيان للتوسع في زراعة أشجار النخيل، ولكن طبعا هم لم يتمكنوا من شراء هذه الفسال، فوضعنا فكرة المبادرة للمساعدة الذاتية لمساعدة المزارعين أنفسهم في البحث عن فسائل النخيل. اليوم نحن بادرنا بمبادرة يعني لزراعة النخيل، وقمنا يعني بقلع مجموعة من النخيل وبادرنا بها الأخوة من المزارعين لنقلها ولغرسها وتطويرها في المنطقة، لكون أن زراعة النخيل هذا الموسم أصبحت يعني جيدة جدا، والكون أنه بدأ ينقرض هذه زراعة النخيل، ونحن نبادر
نعيدها من جديد يعني لكونها يعني مفيدة للجميع. زراعة النخيل في محافظة أبين ليست حديثة، بل تعود البدايات إلى زمن طويل، ولكن التوسع العمراني وقلة الأمطار كان عاملان رئيسيان في تراجع هذه الزراعة. المزارعون اتجهوا نحو البحث عن وسائل تساعدهم على استعادة هذه الزراعة وبشكل أوسع. التجربة بالنسبة للمزارعين، أعطاء المزارعين من مزارع إلى آخر، هذه كانت تجربة من السابق وتجربة قديمة لدى المزارعين، فمن ليس لديه بذور يعطي الآخر الذي لم يزرع في ذلك السنة، وهذا يعيد له في السنة الأخرى، فهذا يجمع تآلف الذي فقدناه في الأعوام الأخيرة. استعادة الزراعة في هذه الظروف تمثل خطوة جيدة بحسب حديث أبناء محافظة أبين، والمؤشرات تؤكد اهتمام المزارع بالأرض وبالعودة إلى هذا الخير والعطاء، يرافق ذلك اهتماما كبيرا من قبل قطاع الإرشاد والتدريب الزراعي وغيرهم من المهتمين والمعنيين. في موسم جديد تمتلئ الأسواق بالتفاح المحلي بأصناف وأشكال مختلفة، متميز بمذاقه وجودته إلا أنه يفتقر للتسويق الجيد. يعتبر التفاح من الفواكه التي ينصح بها الأطباء دائما لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، وهنا في بلادنا يعج موسمه بأشكال متعددة له وبمذاق متميز وغني، مما يدل على ثراء البلد بخيرات الطبيعة. الأفضل هو اليمني، كلها الفواكه اليمنية أحسن فواكه. الخارجي أنه يعني بلد طيبة وبلد غصيبة، ولا ما التفاح الخارجي ولا الحاجات الخارجية هي ماشي ما ساعة اليمني ما تساوي ولا شيء. إلا أن عدم الاهتمام بجمالياته والقدرة على تسويقه وعرضه رغم قيمته وفائدته الكبيرة تضعف منه، لتجعله إذا ما كان معروضا جنبا إلى جنب مع التفاح الخارجي سيء المنظر وغير محبب للشراء. أكثرهم الزبائن يطالبوا باليمني، الخارجي الآن غالي وطعمه مش عالي. خيرات بلادنا كثيرة، وكل موسم يزخر وبكثرة بتنوع محاصيله اللامحدودة، لكن يبقى الاهتمام سيد تسويقه وإنتاجه وجودة تميز بيعه. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. الحوت شمة هندية يتناولها الكثير من الشباب. بافطيم أسرة عريقة في زراعة البصل بسيئون. أهلا بكم. انتشرت مؤخرا نوعية من التبغ المخدر وهي الشمة الهندية المعروفة باسم الحوت، يتناولها الكثير من الشباب ويجهلون العواقب الصحية والنفسية لذلك. كل الطرق تؤدي إلى الإدمان، فالطريقة الجديدة التي اتخذها الشباب موضة هي الحوت أو الشمة الهندية، مادة مخدرة يتناولها الشباب ويدمنون عليها ويعجزون عن التوقف عنها ويجهلون أضرارها وملحقاتها. قصة الحوت هذه أنا كنت ما أعرف شيء اسمه حوت، في دقيقة كذا شمة صيني شيء صغير، فيوم من الأيام كذا أصحابي قالوا لي يمكن تقرب هذه منشط هذه مدري إيش هذه، حتى بالنادي لما كنا نلعب بالنادي كانوا كلهم يستعملوا منه شيء طبيعي يعني علشان. فيوم من الأيام كذا واحد قرب لي واحدة قال لي طرحها هنا ولا بتحس بأي شيء يعني حاجة طبيعية عندك، فأنا شليتها طرحتها هنا يعني شوية 5 دقائق 10 دقائق أحس بدوخة غثيان طرش جزاكم الله يعني شيء مضر جدا. بالنسبة للحوت للأمانة بشكل عام أنا شايف أنه أول شيء منظره
بفم الشباب أو شيء، أعتقد أنه شكله أصلاً في البداية هو مزعج، غير كذا أعتقد اللي أنه يصيب بأمراض كثيرة جداً، يعني ناهيك يعني عن السيجارة ممكن أنه يكون الحوت أكثر ضرر من السيجارة، يعني التهابات في اللثة، شكل الأسنان للأمانة يكون مش ولا بد، أعتقد أنه بيساعد بشكل كبير جداً، يعني إصفرار سوداد الأسنان بشكل كبير. يتعاطى الكثير من الشباب هذه الشمة أو ما تسمى بالحوت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ لانخفاض سعرها وتزايد انتشارها في السوق، يضع علامة استفهام حول هذا المنتج ومكوناته. والله الحوت لاحظ أغلب الشباب يتعاطوا الشمة الحوت، فنصحهم أنهم يبطلوا ذي العادة، لأن عادة مضرة صراحة وتسبب أمراض ولها أضرار كثيرة يعني، ومش لائق بنا كشباب ان احنا نتعاطى الشيء السلبي هذا. انصح جميع الزملاء الحبايب اصحاب النادي اصحاب الشباب المراهقين انهم يبطلوا هذا الشيء لانه شيء والله مضر. الجانب الرقابي والوازع الديني غائب عن هذا المشهد، فهذه الظاهرة ان لم تتم معالجتها والحد من انتشارها ستؤثر سلبا على متعاطيها وستؤول الى عواقب صحية ونفسية. في الحديدة يعاني الشاب عبد السلام أحمد مهدي من مرض السكر الذي أدى تفاقمه إلى إصابته بغرغرين القدم تتوسع وتنتشر مع مرور الوقت وعلى وشك أن تنهي قدميه، علما بأن حالته المادية معدمة جدا. من حجرته الصغيرة يطلق عبد السلام صرخات ألم كل يوم بحجم الكون فتتلاشى دون صدى. فقبل 5 سنوات أصيب عبد السلام الساكن بمديرية الحوك في مدينة الحديدة بداء السكر الذي تطور إلى غرغرينة تسببت في تآكل قدميه وصولا إلى العظم. فقره الشديد حال بينه وبين تلقيه العلاج ليبقى رفيق الوجع والرعب من فكرة بتر قدميه. في الحديدة العماء أضطر بخروج في الشارع من سأل وحده اللي ما سأل 3 في الفجر والبيت ظلام ومعاني طاقة مقاني له حمية وشفاف ومروحها صغير ما أستطيع أني أجلس أوفره للليل. من أقصى مشاهد مأساة عبد السلام منظر والديه وهما كل يوم يضعانه خارجا أمام المنزل إلى الليل ثم يعيدانه إليه للرائحة القوية التي تفوح من قدميه المتعفنة، وهو يطالع دموع والدته وحيرة والده الذي كان يعمل حارسا في إحدى مزارع قرية منظر فتركها بسبب الحرب، حتى المنزل المكون من حجرة واحدة أثقلت كاهل الأسرة تراكمات ديون إيجاره. معنا غرفة وصالة البيت ظلامية، المطبخية فيها الأكل فيها الشربية، حتى نضطر نخرج ابني من الريحة إلى الشارع، من الريحة حق رجلها الرمامة اللي تكون زي الفواري الرمامة كده، ما نقدرش ننهسل حتى اللي يدخل عندنا هذا برا يقول ريحته مثل ما كده جيفة أرفع رمامي وساخة، وحنا تعبانين ما نقدرش نغير بيت، نحن ما فيش إمكانية نبلع نستأجر بيت تاني. كنت شغال على شارع 50 حارس حوش، إنما حصل الحرب ذا وذا شارت منه وخليت الحوش في العالم، لحل يشغل مرتب ولا ذا أهلها سافروا لهم حضرهم، وأنا جالس يعني هنا لا شغل ولا عمل ولا أقدر أشتغل أي عمل ولا في أي عمل أشتغل فيه، إلا جالس حوش لي مقدر 20 سنة في الحوش. سيدفع عبد السلام ثمن فقره غاليا، بتر القدمين ومزيد من الآلام والحسرة إذ لم تتداركها عناية الله والمساعدة في علاجه من فاعلين الخير وأصحاب القلوب الرحيمة وإنقاذه من كابوس السرطان. بافطهم أسرة عريقة في زراعة البصل وإنتاج بذوره منذ القدم في سيء حظر موت، رغم رحيل الأب إلا أن المهنة انتقلت للأبناء ولا يزالون يهتمون بالزراعة والبذور. استطاع الفلاح صالح محفوظ بافطيم أن يكون فلاحا شهيرا في حضرموت واليمن ربما بتميزه بزراعة بذرة البصل التي صار يطلق عليها بصل بافطيم ويقال أنها الأغلى عربيا،
من سيئون الطويلة بدأ مشواره الزراعي، وفيها يواصل أبنائه الزراعة على الطريقة التي اتبعها الرجل. بعض أفراد أسرته تحدثوا لكاميرا السعيدة عن طريقة زراعة البصل ومراحل النمو التي تمر بها هذه البذرة. بذور بافطيم رقم واحد، هذه جاهزة خلاص للشتل، تبقى هناك 4 أشهر تقريبا أو 5 أشهر عند نوعية التربة، ثم يطلع إنتاج زي هذا. هذا الآن له 2.5 شهر، ويمكن تشاهد الصورة حقه، 2.5 شهر، هو 4 أشهر، 5 أشهر عند نوعية التربة. هذا عاد وش؟ كذا كذا تغرسوه يعني؟ هذا تغرسه كذا وتطبق الطين عليه. الآن تقريبا متبقي له 1.5 شهر تقريبا من القلع. صل هذا يتم حصاده، ويكون الحصاد بعد الحصاد زي هذا، ويكون حبه كبير واللون أحمر. هذه أفضل بذور، وهي بذور بصل بافطيم رقم واحد. البصل هو ياتو عينه يعني 0.5 كيلو من بذور بصل من أصحاب البيطة زمان، وتم حافظ عليها، والمزارعين الباقين عطاهم من 0.5 كيلو بس، انهم كلهم ضاعوا لنا، وذا تم حافظ وخوى عينه ممتازه يعني، وتم يحافظ عليها، وحتى للان تمت الشهره باسمه عشان فضل انه محتفظ على البذره الاساس. بصل بافطيم من اشهر البصل والافضل لدى عامه الناس اليوم، ولتميزها عن غيرها صارت هذه الماده تصدر الى اسواق الخارج، وتحظى باقبال الناس محليا وخارجيا. يتم زراعة البصل في الوادي بآلاف الأطنان، ويصدر إلى دول الخليج وإلى دول الخليج وإلى الصومال. إلى الآن نحن نزرع طول السنين هذه، نزرع فيه نزرع البصل مستمرين عليه، لأنه هو الأجود الموجود الآن على الساحة والأفضل، والأفضل حتى في الخارج. نصدر البصل للسعوديين، نروح بالعمان، نروح بالإمارات، وبعدين حصلنا هذا البصل بشكل انه يقاوم فوق القاطرات، يقاوم الجودة حقه ممتازة جدا صراحة. ونحن هو الوادي حقنا حار، يطلع المنتج جيد، يكون معصور البصل. يقول أهالي الرجل بأن مشوار زراعة هذا النوع من البصل بدأ في فترة 60s and 70s، وأن الرجل خدم المواطن والوطن، بل خدم المزارعين بامتلاكه الخبرة العالية بتلك الزراعة، إلا أنهم يوجهون اللوم للمعنيين بعدم الاهتمام به خصوصا في فترة مرضه، وأن الجميع تركه يصارع المرض بدون أي اهتمام. ماشي دعم حصل عليه على المجهود اللي يلقاه، مفروض يحصل دعم أكثر وأكثر، حتى المسؤولين ما حد دوي عليه وهو مريض، خلوه كل واحد يبوز من الثاني، نعم لا يا وفد ولا شيء، قالوا تعال هذا بافطيم عقه وفعله ترك، والباقي كله تطحيس. تبقى عائلة بافطيم في حضرموت عائلة شهيرة بزراعة البصل، وهي تقول أنها مستمرة على النهج والتميز رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. أعواد السواك من تهامة مصدر رزق. أهلا بكم. في محاولة لمحو الدمار الذي خلفته الحرب، تم إعادة تأهيل مدرسة ثانوية تعز الكبرى وعودة الحياة إلى الأحياء المجاورة لها. مدرسة ثانوية تعز تستعيد أنفاس الحياة بعد إعادة الجمال إلى أركانها التي سلبت الحرب جمالها ومحت ملامح التعليم عنها، لتعود بالحياة التعليمية التي كادت أن تفقد عن أبناء المدينة من جديد. هذا الترميم تم ترميم مدرسة ثانوية تعز الكبرى، ولا زال عرض مستمر
إلى حد اليوم، ولا ندري ومرحلة النيابة والجمهوري ما بعد الإصلاح والترميم هذا. ونود أن ينظروا إلى المنطقة مربع الجمهوري بشكل عام. تم ترميم المدرسة الحمد لله، وإن شاء الله الطلاب بيرجعوا السنة هذه يدرسوا، والأمن الحمد لله تمام داخل الجمهوري، وإن شاء الله يرجع الاستقرار وأكثر الناس قد رجعوا إلى بيوتهم. هذه الألوان محت غبار الحرب من الجدران ورسمت الحياة بأرواح أبناء الأحياء القريبة من مدرسة ثانوية تعز، وكان لها دورا كبيرا بإعادة العديد من المواطنين إلى منازلهم بعد غياب طال لعدة أعوام. عودة الحياة إلى منطقة الجمهوري وترميم بعض المدارس، أصبحت الحياة منطقة الجمهورية أصبحت أهلة بالسكان بعد تأهيل المستشفى الجمهوري والمدرسة وبعض المنشآت الحكومية داخل المنطقة. ترميم مدرسة ثانوية التعز عمل على إعادة الحياة التعليمية للمدينة، وسرى نحو تطبيع الحياة بكل جوانبها في أزقة الأحياء القريبة التي يأمل أبناؤها أن يكتمل ترميم كل ما تبقى من المباني الحكومية هنا. تشتهر محافظة إب بالعديد من المناطق السياحية، ومنها منطقة ورعف التي تتميز بجمالها الطبيعي الآسر ومناظرها الخلابة، ما جعلها قبلة للسياح. هذه هي قرية الإكام بمنطقة وراف محافظة إب، والتي أصبحت تعرف لدى الناس بقرية حاولاوي نسبة إلى مسلسل حاولاوي والذي عرض على قناة الصعيدة خلال شهر رمضان. فبالإضافة إلى الابتسامة التي رسمها المسلسل على وجوه المشاهدين، فقد أبرز مكانة المنطقة السياحية وجمال وتنوع تضاريس المحافظة وسحر مناخها، مما مثل عامل جذب سياحي كبير لزيارة هذه المنطقة وساهم في تحريك ملف السياحة الراكد لأسباب عديدة، من ضمنها غياب الترويج السياحي لهذه المناطق وغياب الخدمات السياحية الأساسية. مسلسل حاولاوي هو اللي جذبنا لهنا للمنطقة هذه. بالنسبة لنا قريبة لنا، بس ما كنا نوصل إليه ولا حاجة، بس بمجرد المسلسل والمناظر الخلابة اللي طلعتنا لهنا. ونشكر القناة السعيدة على يعني وصولها إلى هنا ومعرفته بالبلاد ببلادنا هذه. جينا لا هنا نزور حاولاوي، احنا والعائلة نقضي اليوم هنا، شفنا بالسعيدة منظر حلو وهذا، قررنا نجي اليوم هنا نقضي بالحاولاوي. جينا بزيارة هذه المنطقة لجمالها وأيضا لكثرة خضرتها، ولكن ينقصها بعض الأشياء مثل ترميم الطريق وأيضا المباني، وأيضا كانت قرية رائعة جدا، وكانت المسلسل منذ المسلسلات الأكثر روعة. لم تقتصر زيارة قرية الأكام وراف أو قرية حاولاوي كما أصبح يسميها الناس على أبناء محافظة إب القريبين من المنطقة، بل أصبحت وجهة لأبناء المحافظات الأخرى والذين يأتون خصيصا لزيارة المنطقة، فقد مثل المسلسل نافذة اطلعوا من خلالها على الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المنطقة. قمنا بزيارة إلى محافظة إب، ومن ضمن الزيارة هذه قمنا إلى قرية حاولاوي، فوجدنا القرية هذه من القرى أو المناطق الجميلة في اليمن. بعد مشاهدتنا لمسلسل حاولاوي في رمضان أتينا من تعز لنشوف المناظر الطبيعية الخلابة في منطقة وراف، وتمنى من الحكومة أن تهتم بالمناظر السياحية. اليمن وبالذات محافظة إب تزخر بالعديد من المناطق السياحية والتي لا تزال مجهولة لدى الكثيرين، وتصوير المسلسلات في هذه المناطق يروج لها بشكل كبير ويزيح الستار عن ما تمتلكه من مقومات سياحية، مما يشكل عامل جذب سياحي لهذه المناطق. ريف اليمن نحلى هواني نحلى، ألا والعين تشتاق له ولا قلبي هوى. ريف اليمن محلى هواني محلى، على العين تشتاق على قلب يغوى. لبرنامج صدى الأسبوع حنان طه العواضي محافظة إب.
تشتهر معظم المناطق التهامية في كل من محافظتي حجة والحديدة بزراعة أشجار الأراك التي يستخرج منها أعواد السواك الطبيعية والتي تحولت إلى مهنة ومصدر رزق. الأراك شجرة منتشرة بكثرة على امتداد الساحل التهامي وفي محافظة حجة تحديدا، شجرة دائمة الخضرة طوال فصول السنة، وهي الشجرة التي تشبه الغابة في شكلها وتعد اليوم مصدر رزق لكثير من الناس الذين يعملون في بيع أعواد السواك والتي يستخرجونها من هذه الشجرة، ولكن بطريقة تؤدي إلى موتها. ظاهرة المساويك والعمل فيها والبطالة، قام الناس بالحفر لها، ولكن هذه الظاهرة تزايدت وتفاقمت، الأمر الذي أدى إلى انقراضها أو وشك الانقراض. أصحاب المساويك دمروا هذا الشجرة بسبب الحفر العشوائي، مجبورين على ذلك ما يشتم بسبب البطالة، ولكن دمرت هذه الشجرة. لهذه الشجرة فوائد كثيرة، فهي تستخدم في عمليات بناء المنازل وتمنع الرمال من الزحف والتصحر، وتستفيد منها الحيوانات كأعلاف، ولكن استمرار عمليات الحفر العشوائي أدت إلى تدمير مساحات واسعة كانت تنتشر فيها هذه الشجرة. فالفقر والبطالة والوضع المعقد في البلاد أجبر الكثيرين على الإقدام على ذلك بهدف الارتزاق والاستمرار في الحياة. قوم بحفر هاته الشجرة، شجرة الأوراق، ونخرج معيشتنا هاته منها ونبيئها بسبب البطالة، لأنه لا عندنا شغل ولا ما أي شيء حتى نقوم بحفرها. نروح في الوديان بدل مساويك في أروق الراك ونستخرجها ونروح نتم بيئها، وأنا زبائن كثير الحمد لله ونشتغل. صورة من الصور التي قد لا تكون الحرب أنتجتها بل فاقمت من تطورها، وهي صورة تعكس الوضع القائم في البلاد، الوضع المتردي والبائس. نتابع وإياكم مجموعة من الأخبار القصيرة. وثقت كاميرا أحد المحلات التجارية في محافظة إب هوية متهم بقتل مواطن أمريكي من أصل يمني برصاص الأسبوع الفائت. وقالت مصادر أمنية إن كاميرا المراقبة في أحد المحلات التجارية في منطقة جولة العدين سهلت الوصول إلى الجاني المتهم بقتل الشاب اليمني الأصل حسين ردفان القطيبي، وكان مسلح قد أطلق النار على رأس القطيبي قتل على إثره. استيقظ أهالي مديرية رأس ضيافع على خبر مأساوي صادم وقع وراح ضحيته طفلان في عمر الزهور. وقالت مصادر محلية بيافع إن الطفلين عبد الرحمن 15 عاما وسفيان 13 عاما توفيا بعد أن كانا نائمين في مؤخرة سيارة أبيهما في أحد ورش إصلاح السيارات، حيث كانت السيارة واقفة بينما محركها شغال بغرض التمرين. اتفق أهالي محافظة المحويت على قرار يقضي بتيسير مهور الزواج لتيسير الأمر على الشباب. وقضى الاتفاق المعمد من المحكمة الابتدائية في المحافظة أن يكون قيمة المهر 700,000 ريال فقط، إضافة إلى تكاليف الخطوبة. هؤلاء بناتي من لحمي ودمي، فكيف أتركهم لغيري؟ بهذا عبر اليمني والد التوأم المعنف جود وجوري اللتين ظهرتا في فيديو متداول يظهر والدتهما وهي تقوم بتعنيفهما بالضرب والخنق، مؤكدا رفضه التام التسليم لأي أسرة حاضنة. وكان الأب اليمني والد المعنفتين الطفلتين كشف تفاصيل القصة فيما يعرف بأم تعذب ابنتيها.
بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع. أنتم الوطن بألف خير. إلى اللقاء. We'll be right back.